هنخش في مهمة رافع الايه؟ البوكسات. هنبتدي بالبوكس ده، يلا بينا. واحد اتنين تلاتة. تمام، ونسلمها لحد. اتفضل. دي أول مقادير معانا. نخش بقى على البوكس التاني، يلا بينا. تعالي نسلم، تعالي، يلا بينا. حلو قوي. احنا كده شايفين معانا ايه؟ اديكم نص دقيقه تبصوا بقى احنا معانا ايه بالظبط. اوكي، مقادير كتيره كتيره كتيره، يعني عندكم اختيارات حلوه وكتيره زي ما تحبوا تقدروا تبدعوا. صح؟ جميل جميل. مبسوطين؟ لا اكيد. صح؟ تمام تمام. طيب بصيتوا؟ تمام. عارفين الدنيا تشتغل ازاي هنا؟ كله عادي، ما فيش اي صعوبه. تمام؟ هقول يلا؟ تمام. اوكي، هديكوا 12 دقيقة. يلا. طبعا أنا هسأل بقى دلوقتي، احنا عرفنا قصة مروة إن هي مهندسة وإن هي من الهندسة درست تغذية، ولكن إزاي ابتدت موضوع التغذية دي يا مروة؟ بصي، أنا بحب من زمان المطبخ وبحب الأكل، وبحب دايما اعمل وصفات كتير، ودايما حاسه ان اتنين رياضه مع تغذيه الاتنين بيكملوا بعض. تمام. يعني لازم الاتنين مع بعض، علشان وهي فعلا لازم، انا بلعب رياضه ومش بتغذى كويس ممكن اتعب، ممكن لو انا هدفي ان انا اخس ممكن ما اخسش، فهو 80% لو انا عاوزه اوصل لجسم حلو بالتغذيه مع الرياضه، فهما الاثنين بيكملوا بعض. صح كده. طب انت متجوزه؟ ومخلفه؟ بنتي معايا. ما شاء الله، معاكي موجوده هنا. طب لا اشوفها. يبقى اذا انت طبعا حامل ولاده، وطبعا حته التغذيه دي كانت شغلاكي طبعا عشان تخسي برضو. يعني حد بيقول لي بتقري كتب، فقلت له الكتاب، يعني الكتب اللي قريتها كلها في التغذيه، ودايما عندي شغف وحبه وما بزهقش، يعني لا افضل اقرا اقرا اقرا، بحب جدا يعني. ودرستي تغذيه في مصر؟ درست تغذيه في مصر في تبع انترناشونال ساينس اكاديمي يعني، واخدت سيرتيفيكت، لان في يعني في الرياضه الاول اخدت جزء ان انا ممكن اعمل نيوتريشن، بس انا حبيت اتعمق اكتر. حلو قوي. شاطره شاطره شاطره، برافو. نينا قولي لي، طالما مستنيين الزيت يسخن قولي لي. لسه في مرحله استنيه الزيت يسخن. ماشي. حلو، نديله ان هو يسخن بسرعه. قولي لي، انت درستي اصلا بزنس ادمنستريشن؟ يا اكاونتنج. حلو قوي. وايه اللي خلاكي تفكري في موضوع لا انا عايزه اعمل وصفات؟ هي اصلا بدات بان انا عايزه اعمل شيفت كارير لماركتنج من اساسه، اللي هو حسيت ان اكاونتنج از بيزك قوي، ويعني هي شويه ارقام، اما الماركتنج كده في فكر كده وبتعملي حاجات كده، ف بيديكي فرصه اكتر ان انت تعبري عن نفسك، اذا كان في مثلا في اعلان انت بتعمليه او في حاجه. فقلت طب ليه انا ما اشتغلش ابقى انفلونسر، يعني هي مش شغلانه قوي، اتس ا هوبي. تمام. واعمل لنفسي انا كل حاجه، ماركت لنفسي وافكر لنفسي، وابقى يعني انا اللي ببدع في كل حاجه، وانا اللي ببين شخصيتي في كل حاجه. تمام. فهي بدات بكده، وبعد كده بدات بقى افكر ايه الحاجه اللي انا عايزه اتخصص فيها في عامه في السوشيال ميديا. فكرت الاول في الفاشن، بعد كده قلت لا ليه الفاشن، طب ما الطبخ، انا طول عمري من زمان وانا بحب الطبخ، حتى وانا صغيره طول عمري من زمان. محسساني مثلا انها ايه؟ لا يا جماعه انا اكبر قوي مما تتخيلوا. لا لا لا، متجوزه؟ انت مخطوبه صح؟ مخطوبه. طيب يعني لسه ما دخلناش على الجواز والخلفه والدنيا. يعني مش قوي كده، قربنا يا جماعه، قربنا. سسبنس تاني برضو يا جماعه، اتجوز امتى وكده. هي مش واخده بالها ان هي اصلا ما ابتدتش لسه، هي يا دوبك لسه حاطه الزيت ما يستنيها يسخن. لسه بزي... طب اتاكدي شغال ولا لا؟ شغال. انا بساعدها. اوكي. طيب انت فنانه وفيكي حاجه بقى، انت بتعملي فيديوهات وصنونه صغنونه قد يعني ما بتعديش دقيقه. في عصر السرعه. احنا يا جماعه في عصر السرعه، بكلمكم عن جيلي والجيل اللي بعديه. أيوة. احنا في عصر السرعه، احنا عايزين كل حاجه بسرعه. صح، دي حقيقه. فانسب حاجه ايه؟ شورت. السرعه. واول حاجه بتبتديها بكل شورت ايه؟ بونو. مش كل شورت شورت. كل فيديو قصير. ماشي، البونو. بونو بونو. بتقولي بونو بونو الاثنين صح؟ بونو بونو. لا، بونو واحده. بونو بس. واحده بس. اشمعنى بونو؟ اشمعنى بونو؟ لان بونو دي كلمة أنا بقولها من أيام المدرسة، أي حد يقول لي أي حاجة وتكون حلوة أقول له صدق بونو بونو. أيوة، فهي البونو. حلو، هي بتحب بقى من البداية تقول بونو.
وانت بقى قولي لي قولي لي يا مروه يا باشمهندسه مروه. دخلت المطبخ مع مامتي وانا 9 سنين وكنت بحب اعمل كده، وحتى اصحابي يقولوا لي انت دايما حتى في الكليه راجعه عشان تعملي اكل. كانت ماما دايما تديني ريسبونسبيلتي، تديني مسؤوليات ان انا اعملها، فكنت بشيل المسؤوليه وبحب اعمل اكل، وكنت بنبسط لما اخواتي يقولوا لي اكلك حلو. انت اكبر اخواتك؟ لا انا في النص ميدل. في النص. بنت بين ولدين. انت اللي كانت محملاكي؟ ما انا بنت واحده، بنت واحده ما بين ولدين. عشان كده تمام. بنت واحده ما بين ولدين. زمان كانت البنت هي بتعمل اكل عادي، دلوقتي انا عندي بنتين وولد، هو الولد ما يقدرش يقول لها اعملي حاجه. تمام. يعني هي البنات بيعملوا بس لو عملوا له بمزاجهم. انما ياكلوه يعني ياكلوه. ومين اللي عنده هنا حس فني؟ فني؟ انت عندك حس فني؟ مش قوي. لا لا فني؟ مش قوي. ايه انت؟ اعرفوا أيوه؟ انتوا من نفسكم بقى. كنت هغلط اقول اسمك العقيقي دلوقتي. لا لا احنا عاملين سسبنس. أيوة, ايوه ايوه يا جماعه هي اسمها حاجه تانية مش الاسم المعروفه بيه، فاحنا قلنا مين عارف اسمها؟ مين عارف؟ مستنيين مكالمه كده حد كده يخمن. يلا حدش يا جماعه يقول. ايوه انتي يقول. ايه حكايه الحس الفني بقى قولي لي؟ ايه حكايه الحس الفني؟ هي ان انا بحب ابتكر في كل حاجه، ما بحبش اعمل اي حاجه بيزك. تمام. بس يعني حطي شخصيتك في الحاجه، عشان كده انت عايزه تسويق ماركتينج. بالظبط كده، حطي شخصيتك في كل حاجه. شخصيتك هي اللي هتبين اذا كانت ريسيبي او ميك اب او لبس او اي حاجه. صح. شخصيتك انت لما تبان في الحاجه بتبان احلى بكتير قوي عن لما تبقى مثلا لو هنتكلم على ريسبي على وصفه. ايوه. ان ايه الفايده في ان انا واخده ورقه فيها شويه انجريدينتس وبعملها زي ما هي؟ انت فين؟ ده ذكاء. يعني هي بدل ما تطلع تقول احنا نعمل النهارده وصفه مش عارفه ايه بونو كده بالظبط. بقت معروفه بكلمه بونو والناس بقى حابه الموضوع ده، زي اللي يقولوا هاي هاي، اللي يقولوا مش عارفه ايه، كل حد ليه طريقه معينه في انه يعني يعمل حاجه مختلفه مع انها وصفه، ولكن طريقه تسويقيه في حته الايه الكلمه اللي بتتقال في الاول او طريقه معينه الواحد ايه يعملها. حلو قوي. أوكي. انا ملاحظه انتوا الاثنين بداتوا بالكبده، انتوا الاثنين بتستهوي برضو الكبده دي، انتوا عارفين ده ايه؟ دي لحمه مفرومه اكيد. لحمة. لا ده سجق. سجق. برافو. سجق سجق سجق. معايا تليفون. رحاب. الو. اهلا اهلا، ازيك؟ الحمد لله. ازي حضرتك حبيبه قلبي؟ ازيك عامله ايه؟ منوراني الحمد لله. اتفضلي. بقول لحضرتك بص، هو انا عندي 18 سنه تمام. ايوه. و 39 كيلو ونحيفه جدا، واستخدمت حتى الكورتيزون والحاجات دي ما جابتش نتيجه خالص معايا. 39 كيلو؟ اه 39 كيلو. وطولك كام؟ طولي 149. تمام. وانت رحتي كشفتي عندك نحافه؟ رحت عملت تحاليل اللي هي الغده، وعملت تحاليل جرثومه، وعملت تحاليل البلان وانيميا، ما فيش اي حاجه عندي. ما فيش اي حاجه. طيب انت عندك في العيله مامتك باباكي اجدادك رفيعين؟ لا خالص خالص خالص. طيب تمام. انت بتاكلي قليل؟ باكل كويس، وباجي افتح الشاي باكل بطريقه، يعني مثلا لما باجي افتح الشاي باكل بطريقه كبيره بس ما فيش نتيجه. تمام يا حبيبتي. حاضر، انا هقول لك على حاجه تعمليها. واضح انك انت برضو ايه بتاخدي سعرات قليله، بس قبل ما اقول لك على الاجابه، انت ايه رايك نينا البلوجر نينا اللي معانا تفتكري اسمها ايه الحقيقي؟ لو تعرفي ما تقوليش. لا قولي. مجتمع طيب. نينا. نينا اسمها نينا في الايه في الشهره، ولكن الحقيقي اسمها ايه تفتكري؟ نينا. اه نينا اسمها نينا في الشهره، بس الحقيقي تفتكري انت اسمها ايه؟ انا بصراحه ما اعرفش. قولي كده، ادي كده اقتراح. سفينه. ايه؟ مش عارفه. طيب خلاص ماشي. ماشي يا حبيبتي، يلا فكروا كده. انا قلت مش هسيبك النهارده، انا قلت يعني لا 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 اعرف ان اصل اول ما جيت بقول ايه، بقول اسمك كذا كذا، قالت لي لا ما حدش يعرف اسمي الحقيقي. قلت لها طب انا هقوله بقى، انا هقوله النهارده مش هسيبك. نروح بقى. لا لا ده في فن هنا بيحصل. المهندسه مروه قاعده كده على جنب كده بتفن وبتطلع شغل تاني خالص. ايه ده؟ ده احنا عملنا كفته من السجق. يعني جديده برضو اعمل كده. بصي انا عمري ما اشوف اي وصفه واخدها كوبي بيست ابدا، لازم اعمل حركات، يعني لازم اغير فيها، لازم اعمل حاجه، لازم اغير مكون،
لازم أيوة. بقى بحب اجرب برضو يعني. برافو عليكي بجد، دي جديده وعايزين نعرف بقى طعمها ايه. سجق كفته سجق حلوه قوي. بس خليني اجاوب على المتصله على سؤالها، قصه النحافه. نصيحتي للناس اللي هم نحاف وعملوا كل التحاليل وكل الكشوفات ولقوا ان هم تمام ومعندهمش اي مشاكل صحيه، ان هم يزودوا من الايه السعرات الحراريه ويعملوا رياضه. هتقولي لي يعني ايه رياضه؟ ازاي رياضه؟ هو ينفع ان حد يكون نحيف ويعمل رياضه؟ اه ينفع، بالعكس لما نعمل رياضه، الرياضه بتفتح الشهيه. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه، بعد كل وجبه خدي كوبايه يا اما حليب اللي هو لبن حليب، تمام، عليه معلقه عسل ابيض كبيره ويكون كامل الدسم، او كوبايه من الرايب بالفاكهه. تمام، الاثنين دول كملي عليهم بعد كل وجبه اسبوعين وهتشوفي وزنك في حته تانية خالص. وخدي فيتامينات برضو، الفيتامينات من الحاجات اللي بتفتح الشهيه. حلو قوي. هزود حته بقى في يعني اللي عايز يزيد وزن برضو تركه يعني. يشرب صح، يشرب سعرات. احنا هنا كمان خبير التغذيه لازم تتكلم. قولي. بصي، هو دايما بيبقى عندهم قابليتهم للاكل بسيطه وبيشبعوا بسرعه. صح. والاكل اللي بناكله بيبقى عايز هضم وعايز بلع، ويقولي اللقمه مش بتتبلع يعني. أيوة. هم زي صح. ما الناس بتحاول تخس ومش عارفه. صح بالظبط. برضو اللي بيحاول يتخن بيبقى مش عارف، فدايما نقول له درينك يور كالوري، اشرب سعراتك يعني. نعمل مثلا حاجه باللبن والتمر ومثلا زبده الفول السوداني، لان هو الاكل العصائر ما بتاخدش وقت. صح. هي نص ساعه تبقى في الدم على طول. زي ما بنقول اللي عايز يخس دونت درينك يور كالوريز، لا تشرب سعراتك لان انت هتجوعك. بالزبط. فاحنا عايزين اللي بيحاول يزيد لا يجوع كل شويه. صح. عشان كده هي اول حاجه فكرت فيها دايما الحليب والعسل. او الفاكهه بعد الاكل، التمر والموز كمان بعد الاكل بشويه، اللي هو الرايب بالفاكهه ده فظيع راخر. بصي طبعا طبعا ناس جربوها وخسوا بقى تخنوا قصدي، جولي بعدها باسبوعين قالوا لي بصي وشنا. قلت لهم ايه ده ما شاء الله. انا عايزه اوعدكم في حلقه ان شاء الله باذن الله هنعملها باذن الله عن النحافه ونتكلم عليها اكتر. طب احنا وقتنا قد ايه؟ عدى 12 دقيقه ولا ايه؟ لحسن انا لا وريني عملتي ايه. مبدئيا الكبده احنا عملنا هنا كمان في سجق عملتيه بالبصل. ومروه كانت عملته بايه؟ عملته كفته. عملته زي ميت بولز كده. ميت بول. وقدمت كمان الايه الكبده، قدمتها خلاص. لا احنا عملنا لها سندوتشات بقى. انا هحط جنبها عيش. بيت يا جماعه، لعبتي. ايوه ايوه. ما بحبش غيره في الدنيا. حلو ده. ستريت فود مشكله دي والله العظيم. دي حقيقه. عايزين نغير الكونسبت ده عند الناس. يعني ما يبقاش هو ده الاساس اللي نحبه. طيب خليني اسالك برضو كام سؤال يا مروه. انت تنصحي الناس بايه عامه اليومين دول؟ يعني انت عارفه شايفه اليومين دول، واحنا كمان هنتكلم كمان شويه في حته الصحه والمناعه والتغذيه والكلام ده كله. انت تنصحي الناس عامه اليومين دول بايه؟ يعني ان جنرال في العموم لازم يعني نحاول مثلا لو حد عنده عادات سيئه في الاكل يحاول ياخدها بالتدريج واحده واحده، يحاول يتغير ولو خطوه واحده، ولو حتى انا مش قادره احسن كل حاجه ودي حاجه صعبه عليا، ولا أيوة. حتى وجبه الفطار نبدا واستمر عليها بعد كده اغير شويه. يعني التدرج حلو قوي. صح. برافو عليك ان احنا ناخد الموضوع تدريجي مش فجاه. حلو قوي. طيب سؤال بقى يهمني جدا، وهو انتوا طبعا كل حد فيكم صور فيديوهات ونزل وعمل، قولي لي انت اكتر فيديو ضرب بطريقه رهيبه وعنيفه كده والناس بقى ومشاهدات وعدى المليون. وقولي انا هكلمكم على اكتر فيديو انا بحبه جدا. ايوه. وهو كان نوع تشيز كده انا عامله لها كوتنج ببراند ما يعني. ايوه اوكي. انا كان ساعتها يا جماعه ما كملتش ال 100 الف فولور وكنت محبطه جدا، وكنت يعني اللي هو انا انسان كل على حاجه انستغرام وعلى على يوتيوب ولا على التيك توك. على التيك توك بالذات هو ضرب في كل حته يعني، بس هو ابهرني اكتر على التيك توك. الفيديو جاب 1 مليون ما شاء الله. انا جالي حاله من الصدمه وانا بتفرج عليه وكنت مبسوطه جدا. يعني اذا عجب الناس قوي فراحوا. عايزه اقول لك ان في فيديوهات كتير قوي بعد كده ضربت اكتر منه بكتير قوي، ال 14 مليون و5 مليون ما شاء الله. بس الفيديو ده لحد دلوقتي ليه مكانة خاصة عندي كده. اشمعنى بقى؟ أول طفل بتجيبيه. فهمت. أول طفل أنت بتجيبيه. بتفرق فعلا، أول نجاح بيفرق جدا. هنسأل مروة بس ناخد الأول التليفون. ألو. ألو.
اهلا اهلا. وطي التلفزيون شويه. اتفضلي. اتفضلي يا حبيبتي، عندك سؤال؟ السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ايوه بقول لحضرتك يا مدام سالي. اهلا بيكي، اتفضلي. وطي التلفزيون. عايزه اخس، انا وزني 85، عايزه اخس شويه. حاضر، شكرا، شكرا على المكالمه. لا النهارده بقى انت شاده الناس اللي عايزه تخس، والناس اللي ليها، مع ان احنا النهارده دلوقتي يعني فقره مسابقه، ولكن برضو ايه، هي شاده الناس اللي بيخسوا. انا هخليك انت تجاوبي النهارده. طيب اوكي، يلا جاوبي عليه. اهم حاجه وانا بخس اكون محافظه ان انا اكون باكل بروتين كويس، علشان كل اللي اخسره اخسر دهون، ما اخسرش عضلات ابدا. ليه؟ لان العضلات هي اللي بتحرق في جسمنا. بالظبط، بتفضل تحرق وبتخلي شكل الجسم حلو ومتماسك ما فيش. فاو اهم حاجه علشان اخس دهون بس يكون كميه البروتين بتاعي عاليه. صح. ومش لازم بروتين حيواني، ممكن تبقى بروتين نباتي، زبادي، بيض، جبنه قريش، كل ده يندرج تحت البروتين. احاول اخلي وجباتي فيها البروتين الاول، بعد كده الكربوهيدرات اللي اخدها تكون كومبلكس، يعني أيوة. معقده، يعني مش حاجه ابيض، الابيض ده بيجوع اكتر، اي حاجه بيضه بتجوعني على طول، فلازم يكون حبوب كامله، ممكن برضو البرغل، الكينوا، الشوفان، الرز الاسمر، يعني كل ما هو اسمر بيساعد على الشبع لانه غني بالالياف مع البروتين. ويعني نخلي برضو نبدا الوجبه بالبروتين والسلطه ونختم بالنشويات. صح. دي ده ترتيب مهم جدا، ان الواحد ايه تاخدي قليل من النشويات، لان النشويات هي الحاجه اللي ايه اللي بتخن. بالظبط، وخصوصا لو نوعيه مش صح زي العيش الابيض والفينو والمخبوزات والسكر والكلام ده كله والرز الابيض والحاجات دي كلها. احنا يا جماعه انا حاسه ان احنا خلصنا الدقايق وسايبينهم. عايز ايه ده؟ محدش ياخد وقت. لا انا باله بقى، انا الكنترول بيقول لكم انتوا الاثنين خسرانين، يلا انا ماشي. انا خدت سكينه من عندك بقى، مش عارفه دي يمين اوكي ولا لا. لا انتوا ايه الاخبار؟ انا خلاص، انا خلاص 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 خلاص، هم الكنترول مدينكم 3 دقايق بس. انا خلاص خلصت 3 دقايق، 3 دقايق وهنختم ونشوف بقى عملوا ايه. يا نينا ما حدش عارف يخمن اسمك يا نينا. الحمد لله. انا شكلي اللي هقوله في الاخر. لا 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 لا، احنا اتفقنا على اتفاق. لا لا لا، طب هقوله لكم على السوشيال ميديا، مش هقوله لكم هنا، هقوله لكم على السوشيال ميديا. طيب قولي يا مروه، انت الفيديو اللي ضرب معاكي كده برضو حسيتي واو ايه ده؟ مش هتتخيلي كان ايه وانا إيه؟ اصلا بعمله يعني مش حاسه بيه خالص. كان عيش، كان عيش شوفان سريع وبنزله كده وانا يائسه اصلا. لا ده انت هتنافسيني بقى، احنا كده داخلين مع بعضينا. لا ما اقدرش ابدا ابدا حبيبتي. انا بفرح جدا على فكره، اي حد بيعمل حاجه صحيه بشجعه وبفرح جدا. عمري 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 ما بحب احساس المنافسه ده ابدا. والله منافسه بالعكس، اي حاجه بتفيد الناس، اي حاجه بتفيد الناس، يعني يا ريت يا ريت كل الناس تدرس تغذيه، ويا ريت كل الناس كده تبقى بتهتم كده بالصحه وبتساعد. بنزله كده وانا خلاص زي الناس اللي بتحب الفاست فود. ستريت فود كمان، ستريت يعني فود كمان، اكل الشارع ستريت فود. ففجاه لقيته عمال يجيب فيوز ولايكات وناس تسال. وعايزه اقول لك ان هو على قد ما جاب لي كومنتس ظريفه وحلوه وكويسه، في مثلا حد اللي هي بعتت تقول ايه ده باظ مني ودي وصفه صعبه يعني ومش عارفه ايه. أيوة. بس ناس بقى الاقي ناس داخله ترد عليها، ده حلو جدا، ده انا بابايا عجبه، يعني حاجات غريبه بتحصل. هو الواحد بيبقى بقى مسحول مع الناس ورايهم، وان الوصفه تكون صح ومظبوطه وما فيهاش غلطه والكلام ده كله بيسحل جدا جدا. خصوصا الناس اللي عندها امانه عاليه وبتبقى عايزه توصل المعلومه صح للناس. طيب انتوا يا جماعه خلاص كده احنا وقفنا، خلاص نحط الاطباق هنا بقى كده ونشوفها. انا مشكله ان انا طيبه والله العظيم، انا مشكلتي الرهيبه كل حاجه عندكم تقيله قوي كده، يعني كل الكنترول جوه والمخ يلا ويلا وخلصنا ومش عارفه، وانا سايباهم عادي وانا سايباهم عادي جدا يكملوا ولا اي حاجه. وطبعا طبعا مش هعرف اكسب حد فيهم برضو، فانا هسيب الموضوع ده زي ما احنا متعودين. ايوه اللي خلاص اسرع. ماشي خلاص، ماليش دعوه ماليش دعوه، هم اللي قالوا جوه اللي خلاص اسرع. ماليش دعوه خلاص، يبقى مروه هي اللي كسبت. انا خلاص حطيت. ايه ده يا مروه، برافو، تسلم ايدك بجد، ربنا يكرمك. ما شاء الله ما شاء الله، احنا نسميكي مهندسه الدكتوره مروه. بصي عايزه اقول لك ان كتير بيقولوا لي يا دكتوره، وانا
ببقى يعني اللقب ده بيضايقني، بحسها صفه مش صفتي. أيوه. فاضل ان انا مش دكتوره يعني، او مش او كمان حتى يعني شغلتي اللي انا بشتغلها دلوقتي مش مهندسه كمان، فبقول لهم انا كوتش نيوتريشن كوتش وكمان فيتنس كوتش، فيعني عايزه تسميني حتى مروه عادي اوكي يعني ما شاء الله. اي صفه ليا حتى فيتنس يعني، دخلتي حتى في اللياقه البدنيه ما شاء الله عليها بجد، انت حاجه انا بحبها ما شاء الله. لا 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 يا نينا، انت اللي محتاجه انك تخشي بقى في حته كده ايه يا جماعه شي از مامي، الصوره دي بتاعتهم هم مش بتاعتنا. لا مستحي شويه يا نينا، مش هينفع الكلام ده يعني، مش هينفع ان انت ايه عماله تعمل مغريات وحاجات وستريت فود واكل بقى ايه يعني، مستفز جدا الحقيقه. لا الاثنين احلى من بعض بجد، والتقديم خطير، بس احنا كسبنا النهارده مروه من الاول كده عشان خلصت الاول خلاص. بس يعني لا مانع ان الاكل هيبقى طعمه خطير، باين عليه كل واحده حطت الثوم والبصل وعملت الكبده وعملت سندوتشات، وبعد كده كل واحد عمل المكرونه بطريقته. وانا بس كمان في حاجه عايزه اقول عليها، عجبتني قوي تكتك الجديده الابتكاريه انك عملتي من لحمه السجق كفته، دي جديده دي يعني ما شفتهاش في حته، ومتماسكه كمان ما فكتش مثلا في الطاسه، لا متماسكه زي ما هي شايفين، ففكره جديده والله بجد تحفه. انتوا الاثنين نورتوني حقيقي يعني، انا ما حدش لمس الطحينه تقريبا صح؟ عملنا طحينه جوه السن، جوه السن عملتها اهي. صح، ده انا ظلمتك، ده عملت كمان سلطه طحينه ما شاء الله بجد. بقول لكم يا جماعه مامي بسرعه ايه اشتغلت على تضافر بسرعه. ايوه صح، هي ابني كلمني وراجع من الجامعه انا جعان في اكل ايه، وكمان لا البريشر عايز يصحى يتغدى، يصحى ما بيعرفش ياكل سندوتش جبنه يعني، عايز رز ومكرونه على الفطار، فانا ببقى يعني بيتغدى مرتين ثلاثة؟ لا لا يعني هو ما بياكلش غير اكل غدا، يعني عايز مثلا كفته رز وملوخيه يعني، ما بيعترفش بساندوتش جبنه ولا حاجه، دي ما يعترفش بيها.